الحقيقة يعني نهى الأول هتكلم عن البطولة قبل ما أروح طبعا لتكريم السيد الرئيس، ولكن البطولة الأهم يعني اللي حصل فيها، أهم المباريات، شاركته إزاي، إيه اللي حصل، إيه اللي حصل في البطولة، المنافسات، احكي لي بشكل عام عن الإنجاز اللي أنتوا عملتوه، وهي طبعا ذهبية الكاتا جماعي. هي دورة الألعاب دي يعتبر من أهم البطولات للبلد، يعني علشان هي تقريبا بتحصل كل 4 سنين، صحيح؟ فهي من أهم البطولات للبلد فعلا، دورات الألعاب دايما. فهي المنافسات فيها بتبقى قوية، يعني مثلا احنا الفاينل اللي لعبناه مع المغرب، احنا بينا منافسة عامة في أفريقيا دايما، بننافس بعض وفي بطولات العالم، حتى كانوا بيلعبوا معانا في بطولة العالم. الماتش طبعا ما كانش سهل، الحمد لله كسبناهم بفرق درجتين، وده ده كتير جدا، ده بيبقى جزء من العشرة، يعني ده بيبقى النتيجة ممكن تبقى فرق تكسب بيها. النهارده فرق درجتين، يبقى ده اجماع من لجنة الحكام تقريبا. بالظبط، ويعتبر اصلا الماتشات اللي بتبقى فاينل او فيها فيصل او كده الفرق ما بيكونش كبير قوي. صحيح. فالحمد لله كانت المنافسة قوية فيها، والحمد لله قدرنا نحقق المركز الاول. منافساتك على مدار كام يوم؟ يومين هي ما تبقاش يعني كبيره، بس بتبقى ماتشات كتير، يعني انت ممكن تلعبوا من الصبح لغايه بالليل، صح؟ لا، مش من الصبح لبالليل، يعني ممكن بنلعب الاول ادوار التمهيديه، وبعدين بنوصل فاينل وبنلعب الفاينل ده وقت تاني. طيب احنا المغرب كانت في الفاينال واللي خدنا ذهب، والمغرب خدت برونز، احنا اكيد قابلناها قبل كده اكيد في الدوري العالمي مثلا، لاعبين منها بريمير ليج، يعني بيبقى لينا مشاركات ضد المغرب. كانوا معانا في التوتال ايه معانا؟ هما كانوا معانا فعلا في بطولة العالم اللي فاتت اللي كانت مقامة في المجر، الحمد لله، بس كانوا معانا في الأدوار التمهيدية. عملنا ايه؟ لا، كنا برضو كسبناهم الحمد لله، وعلى أساس ده طلعنا ان احنا نلعب على برونز، وان احنا ناخد الميدالية البرونزية في بطولة العالم. ده على فكرة ده موضوع مهم جدا، لانه انت لما انتوا تقريبا يعني اللي بيلعبوا مع بعض مجموعه، انتوا ثلاثي بيلعبوا مع بعض. فالنهارده لما بتبقوا يعني زي ما بيقولوا بلغه الرياضه راكبين نفسيا على المنافس في كل المحافل، ده بيسهل طريقنا، بتلاقي 15 سنين طريقك سهل سالك، ان انت وتقدر توصل لبطولات عالم، فدي حاجه تسعدني جدا جدا. طيب شايفه التنظيم البطوله كان طبعا افريقيا بيكون الامور، يعني اشقائنا في افريقيا بتبقى الدنيا يعني عندهم ظروف يمكن صعبه شويه، ولا كانت البطوله ليها شكل اخر؟ لا بصراحه كان التنظيم على اعلى مستوى، حتى طب دي حاجه كويسه جدا. بصراحه لما رحنا حتى مكان البطوله، لا كان التنظيم كويس جدا، والمكان اللي احنا كنا قاعدين فيه حتى كان الاكل مناسب جدا لعدد كبير قوي من الالعاب كلها موجوده، كان متاح طبعا كل الكلام ده، فالحمد لله كانت. كنتوا قاعدين في قريه اولمبيه مثلا زي اللي بتقعد فيها دايما؟ حاجه زي وكل الرياضيين قاعدين في نفس المكان، ولا كنتوا متقسمين على كذا مكان؟ لا، كل الرياضيين في نفس المكان. نفس المكان.